السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ معكم زميلكم مولانا أسامة فرقة تالتة. دلوقتي هنتكلم مراجعة سريعة بس على المحاضرة اللي كنا شرحناها قبل كده، اللي كانت بعنوان البابليك كوميونيكيشن اند اسرتيفنس. ربنا يوفقكم ان شاء الله في الامتحان. ما تخافش من امتحان الكوميونتي، وبيجي سهل، يعني سهل لغاية دلوقتي، بعد كده بقى ربنا يسهل. هو الأسئلة حتى في المحاضرة دي بتيجي سهلة جدا وواضحة جدا، ما فيهاش يعني لف ولا دوران ولا أي حاجة. واحنا ماشيين كده اقول لكم ركزوا على ايه وايه الاهم يعني وايه المميز في كل حاجه، تمام؟ طيب، المحاضره كانت بعنوان البابليك كوميونيكيشن اند اسرتيفنس، وعرفنا ان الكوميونيكيشن اصلا كوميونيكيشن ستايل كان في منها 3 انواع ستايل، كان في منها الاسرتيف ستايل، وكان في منها الباسيف ستايل، وكان في منها الاجريسيف ستايل. قبل ما نتكلم على كل واحد فيهم هنعرف الاول يعني ايه اسرتيفنس. احنا قلنا ان الشخص الاسرتيف دون بيبقى شخص امين واثق من نفسه، دغري في الكلام، ما بيلفش ويدور، بيعرف يعبر عن مشاعره وافكاره ومعتقداته، وكمان قادر ان هو يحترم مشاعره وافكار الاخرين، وكمان بيعرف يطالب بحقوقه، وكمان بيحترم حقوق الاخرين، تمام؟ فاول حاجه اللي هو الاسرتيف كوميونيكيشن، ده نوع من ستايل كوميونيكيشن. الشخص بيبقى فيه قادر يعبر عن احتياجاته واراداته، وكمان بيقدر نحترم احتياجات وارادات الاخرين، فبيبقى شخص باسيف ولا شخص اجريسيف. الشخص الباسيف يعني عارف ان الشخص اللي هو السلبي اللي داخل جوه الحيط، الشخص الاجريسيف الشخص المتسلط المتعلي اللي فوق الناس، تمام؟ دي صوره بتوضح ده الاسرتيف والباسيف والاجريسيف. طيب، ايه مميزات كل واحد فيهم؟ قلنا ان الشخص الباسيف اللي هو شخص السلبي، شخص منطوي على نفسه، مقفول على نفسه، بينفذ الطلبات اللي حواليه، ما عندوش شخصيه، فهو ما بيطالبش بحقوقه، ما بيحترمش نفسه، ما بيطالبش حقوقه، دونت هاف رايتس، ما بيحترمش نفسه، دوزنت ريسبكت سيلف، ما بيحترمش ذاته، اكسبت له سيلف استيم، بينكر او ما بيعبرش عن مشاعره خالص، دينايز اور دوزنت اكسبريس فيلينج، ما بيعرفش يقول لا لحد، حتى لو الحاجه دي هتيجي فوق طاقته او تحمله، ايفن اف از فيري انكونفينينت، بيعمل اي حاجه عشان يتجنب المشاكل، افويد الكونفليكت، دايما متحكم فيه من الاخرين. احنا شبهناه ان هو عباره عن عروسه من الخيوط، والناس هي اللي بتتحكم فيه بالخيوط دي، فهو خسران واللي قدامه كسبان، اي لوس يو وين. لكن الشخص الاجريسيف الشخص المتسلط المتعالى على الناس، دايما بيعتبر ان قدامه ما عندوش حقوق، يو دونت هاف رايت، ما بيحترمش اللي قدامه، دون ريسبكت ذا اذر، دايما بيلوم الاخرين حتى لو هو الغلطان، بليم ذا اذرز، اكسبريس اون نيجاتيف فيلينج، دايما بيعبر عن مشاعره سيئه بس فبيديك نيجاتيف انرجي، بيتحكم في الاخرين، هو اللي ماسك الخيوط وبيتحكم في الناس الثانيه، فاي وين يو لوس. الشخص الاسرتيف ده شخص كويس، بيحترم عنده حقوق وبيحترم حقوقه قدامه، وبيوز هاف رايت، بياخد البتاع ده، بياخد المسؤوليه ان هو يقدر يحترم، بياخد المسؤوليه يقدر يحلها او يوجد حلول ومقترحات، تكس ريسبونسابيلتي، بيعبر عن مشاعره بصوره كونستراكتيف اكتر، يعني بصوره منطقيه اكتر، ريسبكت سيلف اند اذرز، بيحترم نفسه بيحترم الاخرين، فاي وين يو وين، تمام؟ لان احنا الاثنين عندنا حقوق فلازم نحترم بعض. قلنا ان المغزى من الموضوع ان الشخص الاسوريتيف بيبقى بيتكلم بصوره كلير مانر، بيقدر يعبر عن الاوبينينز والنيز بتاعته بصوره كويسه جدا، وكمان بيحترم الاوبينينز والنيز بتاعه الناس الثانيه. كمان فهي عباره عن الاسوريتيف كوميونيكيشن، فهو عباره عن ميد واي مارك ما بين الشخص الاجريسيف وما بين الشخص الباسيف. طيب، بعد كده قلنا ان كل واحد فيهم بتبقى ليه كي فيتشرز كده. انا اول ما ببص له اقول انت باسيف، اقول انت اسرتيف، اقول الشخص اجريسيف. شخص باسيف اللي هو شخص سلبي، شخص دايما بيعتذر حتى لو هو مالوش دعوه بالمشكله، شخص دايما صوته هادي وواطي، دايما موطي راسه لتحت، هيئ جسمه تحس ان هو خجول ومنطوي على نفسه اكتر، خافت كتافه لتحت كده، حريص ان هو يتجنب المشاكل حتى لو هو مالوش فيها اصلا، ما بيعرفش يعبر عن افكاره ولا معتقداته ولا ارائه، هو شخص بيصعب على اي حد كده، وبينفذ طلبات اللي قدامه، ودايما حاطط في دماغه ان احتياجاتي انا مش مهمه لكن احتياجات اللي قدامي مهمه، my needs are less important than yours، تمام؟ ناخد بالنا من اللي هي الكلمات الصغيره، انه شخص ابولوجايز، شخص بيتكلم بصوره سوفت، لوكينج داون، هيد نودينج مثلا، كيرفول تو افيد كونفليكت، هو اصلا الكلام تحس انه شارح نفسه يعني، دايما حاطط في دماغه ان هو اندرلاينج بيليف، معتقد دايما ماي نيدز ار ليس امبورتانت ذان يورز. اما الشخص الاسرتيف شخص كويس، دايما بيتكلم بصيغه اي، انا هقدر اعمل، انا هقدر اسوي كده يعني، بهدوء، صوته واطي فيرم، دايما بيبص لك في عينك من غير ما يبقى حلالك، هيئته بتبقى كويسه وهاديه، الموفمنت بتاعته حركته هاديه، ده بيبقى مبسوط كده لما بيقدم اقتراحات ويقدر يحل حاجه، وكمان بيحب جدا يستمع لقدامه وياخد منهم افكار. اما الشخص دايما حاطط بقى في دماغه ان انا ماي نيدز ار امبورتنت اند يور نيدز امبورتنت، احنا الاثنين احتياجاتنا مهمه فلازم نحترم بعض. الشخص الاجريسيف بقى شخص دايما مستخدم صيغه يو اللي هي عباره عن لوم، دايما انت وانت وانت، رفع صوته دايما وبيصرخ،
بيبقى حلالك والجيرك عشان يخوفك دايما، تحس ان نافخ الجسم وكده، ان هو تحس انه هيجي عليك اصلا وهياكلك. دايما بيفتعل مشاكل، ما بيحترمش اراء ولا افكار اللي قدامه، وبيجبر الناس اللي قدامه ان هم ياخدوا بافكاره واراءه غصب عنهم. فدايما حاطط في دماغه ان your needs are less important than mine، ان انتوا احتياجاتكم مش مهمه، اقل اهميه من احتياجاتي انا. طيب طب ازاي ابقى شخص اسيرتيف؟ اول حاجه قلنا ان احنا نستخدم صيغه اي بدل صيغه يو، لان صيغه يو بفيها بيرسيرف دو بليمينج، ان انا اقول ان انا اقدر اقدم اقتراحات، ان انا اقدر احل. تمام. طيب قلنا ان تاني حاجه ان البودي لانجوج عندي مهمه جدا، لان قلنا ان الكوميونيكيشن عباره عن 30% فيربال و70% نون فيربال، فالبودي لانجوج بتاعتي كويسه لازم تبقى كويسه واكون هادي. يوز اكتيف ليسننج سكيلز، استخدم مهارات الاستماع كويسه، ان انا استمع اللي قدامي ما اقطعوش، اخد منه فيدباك عن طريق ان انا اقول له عندك افكار ثانيه، عندك اقتراحات ثانيه، عندك حلول ثانيه واشاركها معاه، الخص كلامي اللي انا قلته له واكون متاكد ان انا خلاص ان الرساله وصلت له. تمام. اتعلم ان انا اقول لا من غير خجل، عشان لو الحاجه فوق تحملي انا مش هقدر اعملها. طب ازاي ان انا اقول له لا، اقول له سبب ليه، واحاول ادور على افكار او حاجه تانية ان هي تلبي احتياجاتنا الاثنين من غير ما تيجي على حد فينا. تمام. وكان في امثله طبعا على الموضوع ده. طب ايه البينفيتس والادفانتج بتاعت الاسيرتيفنس ده؟ اصلا اول حاجه الادفانتج بتاعتها بتخليك ان انت تدرس حياتك اكتر وتدرس وقتك اكتر، وتعرف ان اللي انت محتاجه ايه من حياتك، بتقلل ستريس والفرستريشن، وتقوي علاقات كيده بينك وما بين الاخرين، بتحسن حريتك الذاتيه وثقتك في نفسك اكتر، بتخليك تاخد ريسكات في حياتك وتقدر تسأل اكتر، فتبقى متمعن في حياتك اكتر. تمام. بتخليك برضه تكتسب الاحترام من الاخرين، انت شخص دايركت اوبن واونست. كمان بتقدر من خلالها تقدر تتعلم وتتعلم لوحدك كده ان انت ازاي تحل مشاكلك الشخصيه لوحدك كده من غير ما تحتاج لحد، فبالتالي عباره عن ثيرابي للسورس بتاعت الاستريس الموجود في حياتك. ودي كانت صوره كانت ملخصه الصوره دي كانت ملخصه بعض البينفيتس، يعني لو قريتوها يعني هتلاقي الكلام سهل جدا. طيب وكنا واخدين سؤالين على الموضوع ده قبل كده، ان هو ذا ابيليتي تو اكسبريس وانز فيلينج، ان انت تقدر تعبر عن مشاعرك واحتياجاتك وفي نفس الوقت تحترم مشاعر واحتياجات الاخرين، يبقى انا شخص اسيرتيف، يبقى ده عباره عن اسيرتيفنس. طيب كوميونيكيشن ستايل، ان ويتش اي بيرسون ستاندز اب فور ذير اون نيدز اند وونتس وايل اولسو تيكن ان تو كونسنتريشنز نيدز اند وونتس اوف اذرز ويز اوت بيهيفينج باسيفلي اور اجريسيفلي. دي طبعا معروفه من الشخص الاسيرتيف، يبقى ده اسيرتيف كوميونيكيشن ستايل. ثانك يو، وموفقين ان شاء الله في الامتحان.